منعم شخصيا، كيف ترى فكرة الحوار الوطني والدعوة لحوار بيشمل الجميع لمناقشة ملفات يطرحها من سيقومون بالحضور بطرح مقترحاتهم ورفعها إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب؟ يعني هو الأصل في المجتمعات أنها تتحول. نعم. يعني الأصل في الموضوع، وخاصة مجتمعات زينا عندها برلمان وعندها صحافة وعندها إعلام وعندها يعني خطوط اتصال كثيرة، فالأصل إن احنا بنتحور طول الوقت. الوقت. نعم. فما ده بيحصل الحوار، يبقى في دعوة له من رئيس الجمهورية، معناها إن احنا قدام عتبة ما جديدة، منها قد تكون موضوع الجمهورية الجديدة، منها الظرف الدولي البشع اللي حاصل حاليا واللي له آثار سلبية كثيرة، منها انه في أسئلة جوه الدولة المصرية عايزة إجابات عليها، لأنه بعضها بيبتدي يبص على نقط معينة لها علاقة بالتوافق العام اللي كان موجود، واللي دلوقتي ابتدينا نعرف انه هو لا يمكن ان يستمر. واحيانا التنبيه لبعض القضايا جاي من المجتمع، من حوار، من الفن، من كده، زي وضع المرأة، موضوع قانون الاحوال الشخصية، الحديث عن تنظيم الاسرة. في قضايا بتتداخل فيها الدولة بتبقى محتاجة انها تستمع الى رأي الجمهور العام، خاصة في رأيي في الحالات دي بقى الجمهور العام المتخصص العارف اللي يعرف، لأنه احنا ما بنخترعش العجلة، وان احنا كمان اللي اي مشكلة بتقابلنا هي قابلتها دول اخرى. فالناس اللي هي موجودة في هذا المعترك بتقدر تيجي تقول والله دي الحلول اللي تم التعامل فيها. فمن هنا الكلام كمان لابد انك انت بيتقال قدام الرأي العام، لان انت بتطالب الرأي العام احيانا بانه يتحمل. والرئيس دايما يقول الشعب المصري بيشكره علشان تحمل اوقات صعبة يعني. فهتطلب من الناس انه في اوضاع كانت موجودة لانها تناسب ازمنة سابقة، وان الزمن الجديد يحتاج لتعامل جديد. مش سهلة، مش سهلة انك انت تغير بدون ما تقنع الناس بانه ان احنا ماشيين في الطريق السليم يعني. نعم.